السلام عليكم. هاي المحاضرة عبارة عن سمري عن موضوع السترينج. طبعا احنا من نعرف السترينج ايش معناها؟ هي السلسلة، سلسلة من الاحرف. فاكيد لما اعرف اي متغير اخلي بيه داخله سترينج قيمة، اعرفه من نوع كاركتر. كاركتر يعني الاحرف، اوكي؟ فاعرف متغير اسم معين، حجم معين كمصفوفة، واخزن بيه هاي السترينج او النص اللي انا اريد اخزنه او الكلمة الى اخره. طبعا راعي انه ينخزن بدبل كودة، اوكي؟ هاي الاقواس الاقتباس الثنائية، اوكي؟ لكن اذا عرفتوا كل حرف وحده اخذنا، اوكي؟ كل حرف اتعامل معه كسنجل كوتا، اوكي؟ كذلك اذا عرفتوها وحده لازم اخذ بالنهاية الباك سلاش نوت او باك سلاش زيرو، دلالة على انه هاي الجملة انتهت او شيء مشابه للنقطة اللي نهاية الجملة. لكن احنا دائما نتعامل مع سترينج. اذا تنعرف متغير داخله سترينج راح نقول كاركتر، اسم هذا المتغير، حجم اللي انا اريد، كم حرف مثلا اريد اخزن به، واخليه يساوي الدبل كوتيشن والكلمه اللي انا اريد اخزنها، واخيرا السيمي كولن. بالمقابل اذا اريد انا اطبعها جمله تبع العاديه برنت اف برسنتج اس اللي هي من سترينج، واخلي اسم المتغير حتى يطبع. لكن انا اذا مثلا عندي نص اريد اكتبه وما اعرف انا مثلا كم حرف يتكون، فاذا احب اعرفه كانديفاين لينث يعني اشنو، اخليه مؤشر بالذاكره، فاقول كاركتر ستار اي. ليش هو كاركتر اول شيء هذا البوينتر؟ لانه البوينتر ياشر على شغله من نفس نوعه. فاذا انا دخليه ياشر على سترينج اللي هي من نوع كاركتر، لازم هو كذلك بوينتر يكون من نوع كاركتر، اوكي؟ واخليه ياشر على مثلا مدينه الموصل، او بعدين اعطيه قيمه هون مثلا بغداد، طبعته راح يطبع لي هاي الجمله بشكل كل شيء اعتيادي. هسا اللي تحدثنا عنه هو تعريف متغير وتخلي به سترينج او يعني جمله معينه. انا اذا مثلا اجي استخدم بهذا البرنامج سترينج، لازم بالبدايه البرنامج اعرف، لما اعرف المكتبه البرمجيه هاش انكلود اس تي دي اي او دوت ايش، اخلي تحتها المكتبه البرمجيه الخاصه بالسترينج اللي هي هاش انكلود سترينج دوت ايش، حتى المكتبات عفوا الفانكشنات الخاصه بالسترينج تكون شغاله، وما لما انفذ يطلع لي ايرور بهذا البرنامج. عشان هي الفانكشنات الخاصة بالسترينج، الفانكشن الأولى اللي هي ستار لينث، أوكي؟ سترينج لينث، ال S T R و لينث، أوكي؟ فجاي من مختصر سترينج لينث. أدخل عليها السترينج، أوكي؟ مثلا المتغير اللي خزنته داخل السترينج، مثلا هوني كان S ومخزون به كلمة معينة مثلا رحمة، أقول له برينت إف برسنتج دي أي. أشنو هي الأي هذه؟ أوكي؟ فأنا لما أستخدم دالة سترينج لينث أو str length، اوكي، يكون الاوتبوت الناتج الخاص بهاي الفانكشن عباره عن رقم يكون من نوع انتجر، لان راح يرجع لي هاي السترينج كم حرف بيها. اكيد ما راح يكون float انه بيها مثلا حرف ونص او حرفين ونص، هذا شيء اكيد مستحيل، اوكي؟ فراح يرجعني رقم انتجر بيها مثلا 5 حروف، 15 حرف الى اخره. فلما اعرف او استخدم دالة string length، اقول مثلا انتجر ومتغير معين اخلي به مثلا عدد احرف هاي السترينج، استخدم الفانكشن string length واللي هي strlen هكذا تنكتب، اوكي؟ وادخل بداخل الاقواس السترينج انه انا شو عم عرفتها هوني مثلا سميتها اس، فادخلها هي طلع لي كاوتبوت عدد احرف هاي الجمله، اوكي؟ كذلك عندي الفانكشن الاخرى اللي هي string copy، اوكي؟ strcpy اللي هي string copy، اللي راح ادخلها، اوكي؟ سترينجين، السترينج الاولى والثانيه راح تنسخ لي ما موجود بالسترينج الثانيه داخل الاولى، اوكي؟ فانا هوني فوق هذا البرنامج عرفته انه بالسترينج، اوكي؟ اعطيتوها قيمه. كذلك هوني بالار عملتوا كاركتر، اوكي، وخليته مصفوفه فارغه، فجيتوا نسختوا ما موجود بالار او عفوا بالاس داخل الار، اوكي؟ فبالنهايه لما اطبع الار راح يطبع لي نفس الشيء اللي كان موجود بالاس، لان انا نسخت القيمه الموجوده بالاس داخل الار، اوكي؟ هاي الفانكشن ما بيها ارجع، يعني ما بيها اقول مثلا مثلا كاركتر اس يساوي واعمل لي سترينج كوبي، لا، هو الناتج انا ادخل له ار واس، اوكي، راح يعدل على قيمه ار، وهي الار اللي احسب بها على القيمه الجديده واطبعها، راح اشوف انه نتيجه التغيير ونتيجه استخدام هاي الفانكشن. الفانكشن الثالثة هي string compare، اوكي، strcmp من compare من المقارنة. راح تدخل له فانكشنين، هوني راح يكون عندنا ارجاع من نوع integer، اوكي؟ فاقول integer x يساوي string compare ال r وال s. هاي ايش تعملي هاي الفانكشن؟ تقارني بين هذول السترينجين، هذول الجملتين دخلتوهم، هل هم نفس الشيء؟ هل هم متماثلين؟ يعني لو انا مثلا ادخل له r مع r، لما تجي راح تقارنهم راح تطلع لي بالنهاية نتيجة هاي المقارنة صفر، معناته ان هم اثنينهم بالضبط متطابقين نفس الكلمة يحوان. او لو كانت s و r يحوان نفس الكلمة، كذلك نفس الحالة مثل ما قبل شوية، لو انا عاد اسلسل هذا البرنامج انا نسخته موجود بالاس داخل الار، فالمفروض يطلع
الاولاني انه هم قيمتهم صفر، يعني انه الفرق بيناتهم صفر، ما اكو فرق بين هاي الكلمتين او الجملتين. لكن اذا طلع لي طبعا التشابه يكون حرفي، يعني اذا كابيتال او سمول الاحرف كلها انه يكون 100% متماثلين. لكن اذا طلع لي الناتج واحد او سالب واحد معناته احدهم اطول من الاخر، اوكي؟ فاذا واحد معناته هذا اطول، واذا سالب واحد معناته هذا اطول، مجرد يعمل مقارنه. وطبعا معلومه نظريه انه يعمل المقارنه اول شيء يبلش يقارن بالطول، اوكي؟ لما يشوف انه اطوال متشابهه يبلش يقارن حرف حرف. الفانكشن الاخيره اللي هي string cut، اوكي؟ راح ادخل له فانكشنين كذلك ما بيها ارجاع، اوكي؟ هو راح يعدل على الاول string تدخله، فالسترينج الاولى والسترينج الثانيه راح ينسخ ما موجود بحيث string في نهايه ما موجود بالسترينج الاولى، اوكي؟ يعني انا ادخل له string الاولى اللي هي s، وادخل له string الثانيه اللي هي r، اشكو بr راح يحطه بنهايه s، اوكي؟ فمثلا s كان بيها مثلا كلمه رحمه وr مكتوب بها الرحمن، فبالنهايه من ادخله الفانكشن اسمه string cut راح ايش يعمل؟ ينسخ ما موجود بالآر يحطه بنهاية ما موجود بالإس، فراح تصير وكأنه جملة واحدة طويلة اللي هي رحمة الرحمن. هسا أنا وين أستخدم السترينج؟ أكيد ما يحيجيكم سؤال كامل بس أنه أطبعه أو غيره أو أنسخه إلى آخره. أنا مثلا عندي سؤال بالفايل مثلا أو بالستركتشر أنه أستخدم به، أوكي؟ مثلا بالستركتشر عندي مثلا اسم، أو أنه مثلا هوني اسم قسم معين، أو اسم جامعة معينة، أو اسم مادة معينة، أوكي؟ أو اسم مشروع معين. هذا الاسم أنا مثلا يعطيني بشرط بالسؤال أنه أطبع في ملف خاص أو على جنب، أوكي؟ مثلا المعلومات اللي ينطبق عليها هاي مثلا شروط معينه، مثلا اطبع لي كل اللي يبدا حرف اسمه بحرف اي مثلا، او اللي هم من قسم الحاسوب المعلوماتي، او اللي مشروعه كذا. فهاي الكلمات انا اشن راح استخدمها او اشن راح اطلع شرط لهذا السؤال، اوكي؟ مثل ما يطلب مني انا استخدم دالة string compare. غالبا راح تشوفون انه نستخدم دالة string compare لتحقيق الشرط، فهل يعمل مقارنة مثلا اي اوف اي دوت ديبارتمنت، اوكي، يقارن القسم مع فاصلة كلمة معينة. فهذا الجزء هو string الاولى، او string الاولى مثل ما قبل شوية كانت s و r، فهاي ال s هي هاي المكان اللي راح يقارن بها string الاولى. string الثانية عملنا فاصلة، string الثانية انا طعيته هي كاملة، او اقدر مثلا على الجنب احرف character of r مثلا، of مثلا خمس احرف مثلا، اوكي، وتساوي كلمة computer، وبعدين ادخل اكتب كلمة r هوني، او اقدر بسطر واحد حتى لا اكثر الاسطر البرمجية انه اكتب قارن لي بين string compare، عمل لي مقارنة بين ال s وبين هذا ال r، او بين هذا ال string اللي هي i of i dot department. انا عامله فور لوب مثلا على هذا البرنامج بحيث يعرف اشنو هي الاي اوف اي دوت ديبارتمنت، فاصله، قارن لي هي مع كلمه كمبيوتر. خلص هوني؟ لا اكيد ما خلص، داخل الشرط، اوكي، هاي طبعا هكذا المفروض مثلا هذا الشرط نعمله على هذا الشكل. string compare قارن لي هذا القوس، اوكي، قارن لي هذا قوس المعادله، او عفوا المتغيرات اللي تدخل داخل فانكشن السترينج كومبير الاول اللي هو الحرف الاول، او عفوا السترينج الاولى اللي راح تدخل عليه، فاصله، الكلمه الثانيه او السترينج الثانيه راح تدخل عليه، يعمل مقارنه بيناتهم، هل الناتج يساوي صفر؟ ليش يساوي صفر؟ لان انا قاعد ابحث عن الكلمات اللي موجوده داخل المصفوفه اي اوف اي اللي اشنو تشبه كلمه كمبيوتر، او تماثل او تطابق 100% كلمه كمبيوتر. وين ما موجود كلمه كمبيوتر لازم المفروض نتيجه المقارنه تساوي صفر. فاقول متى ما كانت نتيجه مقارنه هذا السترينج مع هذا السترينج تساوي صفر، معناته تتحقق الشرط. افتح القوس الاف ومثلا نفوت عمليه معينه، او طبع لي كذا شغله، اوكي. هون كذلك نفس الحاله، اوكي، لكن عندنا ما احتجت استخدم مثلا string compare لان هذا قارن على حرف واحد، اوكي. لكن اقدر اقول انه مثلا string compare ال i of i dot city dot 0، اوكي، شرحنا هذا المثال، معناته الحرف الاول هل يساوي ال b، او نعمل له فاصله b، اوكي، وحرف واحد. ماذا انا عاد استخدم string حرف واحد، هوني ممكن انه نقارنه راسا هل يساوي، لكن اقدر استخدم دالة string compare احط هذا الجزء اللي هو i of i dot city dot 0، وهون string compare يساوي 0، اوكي، فمعناته يتحقق هذا الشرط او لا. فغالبا انا استخدمه احنا المقارنة حتى نشوف الشروط اللي تحققت مثلا على هاي السؤال او لا، ونحطه مثلا نعمل له عملية معينة حسب ما هو طالب منا بسؤال.
فبالمختصر السترينج ما تجيكم سؤال واحدة غالبا، او ما كان شفتوا اسئلة تجي انه واحدة، لكن هو سؤال مثلا يكون فايل ستراكشر، ممكن كلاس نيكون دائما نشوفه، انه اي سؤال ممكن انا استخدم به ستريننج به اسماء مثلا طلبة، اسماء شركات، اسماء مثلا اقسام كليات الى اخره، يقارن يقول لك شرط انه مثلا اللي متخرجين من هذا القسم عمل لهم كذا شغلة معينة، فأنا أحصر إنه أعمل شرط إنه بحيث بس طلع لي المتخرجين من هذا القسم، أو اللي أسماء مثلا تبدأ بحرف كذا، أو اللي أسماء مثلا طولها كذا، أنا أستخدم دوال السترينج حتى أقدر أعمل هذا الشرط، أوكي، وأعمل فلتر على هاي المعلومات اللي عندي وأطلع منه منهم يتحقق عليه هذا الشرط. مثلا يقل لي لو طول مثلا طول اسمهم يكون مثلا خمسة، اعمل لهم شغلة معينة، او مثلا الاسماء المميزة اللي تكون طويلة اللي فوق العشرة مثلا اسجلهم على صفحة، فانا شلون اعرف اعمل فلتر على هذول المعلومات اللي عندي على هاي الداتا سيت اللي عندي، انه يكون اطلع منهم او استخرج منهم اللي على جنب اللي الاسماء مثلا طولة احرفها اكثر من عشرة، استخدم دالة ستارلين اوكي او سترينج لين اوكي تقرأ. كذلك ممكن انه انسخ هذا النص، قلي مثلا اللي اسمهم كذا حولوا الى كذا او انسخوا الى كذا، فانا كذلك استخدم هوني string compare اوكي او عفوا string copy، قارن مثل هاي اكثر دالة نستخدمها اللي هي string compare، اذا هاي الكلمة اللي عندك تساوي كلمة معينة مثلا اللي قسم من قسم الحاسوب مثلا، فانا شلون اجي اقارن بالداتا سيت اللي عندي خانة الاقسام مع مثلا كلمة computer او هو الكلمة اللي يعطيني هي، اذا نتيجه المقارنه تساوي صفر معناته اكيد هم متطابقين، معناته هذا اللي انا العنصر اللي انا عنده يتحقق عليه الشرط فلازم اخليه عنه على جنب اوكي. او سترينج كونت مثلا ادمج بين مثلا سترينجين هم راح اقدر استفيد منها، لكن اكثر داله احنا نستفيد منها خلال البرامج اللي هي سترينج كومبير، لحتى اقدر اطلع اعمل فلتر على الداتا سيت اللي عندي واطلع منهم اللي عندهم معلومات معينه اوكي. هاي المعلومات معينه ما مكتوبه كعمر او كمعدل مثلا، مكتوبه كاسم، مكتوبه كاسم القسم اللي هم بيه، اسم الكليه، شهادتهم مثلا ماستر لو دكتوراه لو بكالوريوس الى اخره.